يعطيكم العافية. اليوم قررت أصور فلوج لأول مرة وشوي متوترة لأني ما بعرف أصور، يعني مش ما بعرف بس بدي أجرب أول مرة أصور فلوج، بس حسيت إنه اليوم interesting إن أصور فيه فلوج لأنه عم نصور أنا وآية فيديوهات بودكاست آية عباسي بتعرفوها عم نصور أنا وياها كذا فيديو وكذا فلوج وكذا ليش كل كذا فيديوز وفلوجز وبودكاست، هاي الكلمة مش راضي تيجي، بودكاست صورناها حيكونوا على قناة آية وفي منهم على قناتي. واليوم كمان لأنه أنا آخر فترة لي هون في القدس، فاليوم بدنا نطلع نلف في شوارع القدس لأنه هذا أنا أكثر شيء بحبه هون وأكثر شيء حشتاق له، فبدنا نطلع نمشي مع بعض، فحاخدكم معي قد ما بقدر، يعني أنا من نوع الناس اللي بنسى أصور بس قد ما بقدر حاول أتذكر، ما أنا بتول كمان أختي يلا بس قلت يمكن ما سحل لي فرصة أعمل إنترودكشن بعدين، فخليني أعملها هلا وبشوفكم المرة الجاي. بتمنى تستمتعوا بالفلوج. اليوم كنا أنا وآية عم نقضي وقت مع بعض وبين نقاشاتنا مع بعض حكينا عن مواضيع مهمة وحسينا أنه ليش ما ندخلها بهذا الفلوج ونحكي فيها، نشغل الكاميرا ونحكي فيها قدامكم، يمكن أي حدا فيكم يحس أنه الموضوع ريليتبل بالنسبة لإله أو يعني انترستنج بالنسبة لإله. والموضوع هذا اللي كنا بنحكي فيه هو عن صعوبة صناعة المحتوى وصعوبة أنه الواحد يعمل فيديوهات على اليوتيوب تحديدا بالبداية وبشكل عام. شو بتحسي بالبدايات أصعب إشي بالنسبة لإلك كان؟ صراحة الصعوبة الوحدة اللي بتضلها ماشية هي البيرن أوت. البيرن أوت إنه كل شوي بتحسي إنه
I'm done, you know. فhow you deal with that هو الإشي الصعب. بحس إنه عن جد كيف تتعامل مع الموضوع. ومرات كمان فكرة إنه تجديد الأفكار. الأفكار كتير صعبة. مرات بيكون عندك الوقت إنك أنت تصور. أنا صار معي هيك الأسبوع الماضي. عندي الوقت. أنا جاهزة. كل شيء تمام. مخي مش راضي يطلع افكار. صح. طلعت معي فكره واحده بعدين تعرفي بالصدفه. وانا ما بحب اصور فيديو واحد يعني انا بحس انه ما بصدق الاقي الظروف المناسبه فبصور اكثر من فيديو يعني. صح. على الاقل فيديوهين عشان احلل اني شغلت الكاميرا واني قعدت واحلل الوقت اللي عملته. فعلى الاقل فيديوهين. فالفيديو الثاني مش راضي يطلع معي فكرته لحد انه يومها بقلب على الانستغرام شفت واحده عامله هيك فقره على الستوري تبعتها وعجبتني الفكره وعملتها بطريقتي وصورتها وبحس انه حيكون فيديو حلو يعني مع انه كتير فكرته يعني on the spot عفوية بس انا عندي خلفية عنها فحسيت اني قادرة احكي عن الموضوع بطريقتي. مرات سبحان الله مرات بتحسي حالك انه فيش افكار مرة مرات الافكار ورا بعض ورا بعض ورا بعض مش طبيعي. هذا الاشي كثير صعب على اليوتيوب خاصة الواحد يعني انا مختارة اليوتيوب شوي بقدر اقول انه هاف كارير يعني مش هو الكارير الاساسية تبعتي بس هاف كارير يعني فهو جزء كتير مهم من حياتي. ففكرة انه I get burned out ولا انه بطل عندي افكار بتخوفني. لانه عن جد الواحد بصير حاسس انه اوكي انا ما بدي استهتر بوقت الناس بدي اقدم اشي حقيقي يفيد الناس بس بنفس الوقت انه مرات you have to keep going يعني عشان تطلع افكار. و I think هذا الاشي يعني الناس اللي زينا اللي بقدموا محتوى زينا edutainment هم اكتر الناس اللي بتعاملوا مع هذا الموضوع. بالنهاية اذا بتعملي ترفيه يعني حتى الترفيه اكيد في burn out وفي هاي الاشياء بس اعتقد انها اقل. يعني اذا حدا مثلا بصور vlogs من حياته بشكل يومي اذا ما في منها هدف اتوقع انه رح يكون اسهل. اذا مش انت عم تطرحي فكره معينه خلال الفلوج وبس الفكره انك انت صحيت ونمت وطلعت مشوار وخلصت وهذا هو then there's no point. اذا انت عم تطرحي فكره وعم بتفرجي اسلوب حياه وبتناقشي موضوع then so be it. اذا لا بتخيل مش ضروري تفكري اصلا. you let it go. طب انا هلا في شغله كمان من الشغلات اللي انا بحسها كتير شوي معاناه ببدايه اليوتيوب ما بعرف اذا بتتفقي مع هذا الموضوع ولا لا هو انك انت تلاقي الناس اللي عن جد بهمهم محتواتك وبيحبوه بيفهموه او هم يلاقوك يعني بشكل احرى في البداية لانه صعب انت لسه مش واصلة لهدول الناس بتحسي انه صعب انه يلا بدي الناس الصح تحضرني. صح. انا عارفة انه هم اذا لقوا المحتوى حيكونوا كتير مهتمين. انا حتى بتعرفي شو مرات انا لما بعمل مش مرات اكشلي دايما لما بعمل فيديوهاتي انا تستغربي بحضر كل اهلي. يعني امي بتحضروا ابوي بيحضروا اخواتي بيحضروا وبشوف الرياكشن تاعت كل حدا فيهم. كل حدا فيهم نظرته للفيديو شكل فبضل بهاي المرجعيه دائما انه اوكي كل واحد رح يتلقاه بطريقته. ويمكن هذا الفيديو مش معمول لحدا بسن ابوي او يمكن هذا الفيديو مش معمول لحدا بسن خواتي. طب كيف تتعاملي مع الانتقاد معناها او نتقبل نقدهم كله. بس اذا انا مآمنه بالفيديو مقتنعه فيه خاصه بتعرفي شو انا وانت بحط لحالي حد اذا عملت فيديو وترددت اكثر من مره اني انزله then I know انه لا انه في شيء مش مزبوط احسن لي اعيده. يعني مثلا انا بفيديوهاتي صراحه بركز على الكواليتي اكثر من الكوانتيتي. بس كثير عم بسمع من الناس انه لا هذا الشيء غلط ركزي على الكواليتي على الكوانتيتي وبعدين الكواليتي بتتحسن مع كل فيديو بس انت المهم شخصيتك تتطور على الكاميرا وتفهمي حالك وتفهمي ستايلك والنيش تبعك وكذا. فوين الواحد يفهم الحد الفاصل بين انه لا هذا الفيديو يمكن مش منيح انا لازم اعيده وبين لا انا يمكن طلب الكمال والمثاليه عم بتعطلني او انا كثير ام questioning myself وغلط هيك لازم بالنهايه انت تحط حالك باليوتيوب دائما في شيء الناس حتلاقيه تعلق عليه بس انه مش حوقف عند كل شيء. بالضبط ما هو هذا بقول لك انا بالنهايه برجع الموضوع على القناعه قناعه شخصيه. اذا الواحد مقتنع بالشيء اللي بيقدمه قليل ما انت تحسي بتردد او انه انا ما بدي انزله او على الاقل على اقل تقدير ماشي ما عجبنيش الفيديو هذا اللي صورته برجع بعيده بس انا اوريدي مقتنعه بفكره الفيديو معناه انا معنيه فيه. after that شو بصير بعده الافتر ماث هاي مش كتير صراحه مهمه وهذا المفروض اللي معظم اليوتيوبرز يفهموه انه الفيديو اللي انت بتعمله مش للكل. في اودينس معينه معمولها هذا الفيديو عشان هيك بتلاقي انه ناس معروفه على اليوتيوب فيديو لهم بجيب 10 مليون وفيديو بجيبش 500 الف. طب شو السبب 500 الف هذا عدد محترم منيح شو ماله 500 الف حضروا الفيديو معناه هدول معنيين فيه ال 10 مليون هذولك ما حضروا لانه مش معنيين فيه. انا بفضل صراحه يعني يحضروني 20 حتى
يكونوا عن جد معنيين فيه ومهتمين بالمحتوى وكذا، ولا انه يحضروني 5000 مثلا او اكبر عدد اكبر وهم مش هذا المحتوى مش لهم. وهذا الفيدباك ببين على فكره ويجوا يحكوا لي ليش هيك بتحكي وليش هيك عامله وانتم مش فاهمين ولا شيء. انا صراحه لما بلشت وجد جد ما بمزح معك ولا كان عندي ذره اهتمام بانه انا بدي اصير مليون سبسكرايبر. الفكره انه انت اعرف شو الهدف تبعك، شو انت ليش عامل اليوتيوب. انا بصراحة الهدف تبعي كان انه انا في شغلات كانت تأرقني بفترة الجامعة، كنت اشارك مواضيع اجتماعية وبروبلي هاي الفيديوهات ما حدا راح يشوفها يمكن افرجك اشي منها. بس انا كلها عملتها برايفت لاني ما بدي اتخلى عنها، بس بنفس الدرجة بحس انه انا كتير نضجت وما بحسش فيها يعني اشي عميق هلا ممكن اي حدا يتفرج علي يستفيد، فكنت اشير هاي الفيديوهات. بعدين حكيت انه لا انا في عندي علم ومعرفة وهي الاشياء، لو حضرني واحد اثنين ثلاثة مش فارقة، ما كنتش مخدتها ككريم. بس هلا انا بفكر فيها بموضوع كي عشان هيك بضل اقول لك انه انا بحب اجدد كل فتره وفتره اغير المحتوى تبعي وما ركزش على موضوع واحد، بس اضلني بنفس الاطار انه ايه بتبث اشياء لها علاقه بالاديوتيمنت. طب سؤال، في شغله انا بلاحظها انه الناس ما بيعرفوها، قديش بياخد وقت وجهد وطاقه صناعه المحتوى. بحس الناس لما يشوفوا الفيديو بيشوفوا هيك الفيديو جاهز واسهل ما يكون، سواء اي شيء فيديو او اي منتج او اي عمل فني او اسهل ما يكون التعليق والتنظير عليه، والناس ما بتعرف تفاصيله قديش. يعني انا نفسي قبل ما اقرر اعمل يوتيوب كنت انا دائما الفكره في بالي، فلما احضر الناس يعني دائما بنتبه وبحب اسمع شو بيحكوا عن موضوع صناعه المحتوى، لكن فعليا ما استوعبت حجم الإشي الا لما بديت انا اعمل قديش بياخذ وقت. يعني اليوم كنت بحكي لآية انه في فيديو من الفيديوهات صورته 9 مرات لانه انا كان عندي مشكله في الصوت، وكل مره احاول احل الإشي وكل مره احاول احل المشكله تطلع في إشي ثاني تطلع، عرفتي، لحد ما اكتشفت انه طلعت المشكله من الموبايل تبعي، كنت اصورها تليفون تبعي. الناس ما بتستوعب قديش بياخد وقت تحضير، وقت ترتيب أفكار، وقت مونتاج، وقت تصوير، شغل حقيقي. يعني فالناس ما بحس هذا. والمشكلة في موضوع اليوتيوب هو مشكلة وإشي حلو. يعني في ناس، حتى أنا بعثت لك بودكاست اللي كنا نحكي عنه قبل شوي تاع إيما تشامبرلين، كانوا بيقولوا إنه إيما سألوها مرة إنه أنت هلا صرتي يوتيوبر كبيرة، ليش ما تشغلي عندك إديتر على الأقل؟ فهي قالت لهم انه لا انا ما بدي اترك هذا الجزء مني، هذا جزء كثير مهم، التفاصيل شخصيتها بتبين، المونتاج هي العمليه الفنيه، الستايل تبعها. طب هاي بتقدر انها تترك، بس هاي بلش للاسباب الصح، هي عارفه انه شو البروسس هاي الطويل وهي مستعده لها. اللي ناس ما بتستوعبه فكره انه this is the job وانا الوحيد اللي بشتغل فيها. انا البوس وانا المصوره، انا من اي تو زي، وانا الاضاءه وانا مساعد الاضاءه وانا اللي بكتب. يعني في كتير تفاصيل اصلا انا شوي يعني اكثر جزء بحس حالي فيه بس بنفس الوقت بستثقله هو التصوير. ليش؟ لانه بحس حالي فيه، لانه بحس انه اي لاف ذس، انا يعني بحس حالي بفوت بالزون على طول وهذا، ولكن تفاصيل التصوير كتير صعبه. يعني انت بدك تسيطري زي ما قلتي على الاضاءه وعلى الصوت وعلى الكاميرا وعلى الزاويه وعلى كذا، واني انا اكون واثقه وقاعده عم بحكي بطريقه صح وانه الفكره توصل للناس بالطريقه الصح، ففيها كتير تفاصيل انت كشخص واحد بدك تديري بالك عليها. انت بتحس يعني لما نكون نصور مخنا انه بضلني اطلع على الكاميرا لساتها عم بتصور، الضوء والمايك شغاله، عرفت، كتير تفاصيل. يعني انا بتذكر اول ما بلشت حكيت لك كنت اصور على اللابتوب، كنت احط مجموعه كتب واصور على اللابتوب، لسه ما كان عندي هاي الفانكشن انه كان باي ترايبود وهي القصص، مع اني انا كنت بدرس صناعه افلام، بس اي نيفر ثوت اني انا استثمر في هيك شيء، لانه انا دارسه صناعه افلام وبعرف قديش هاي الاشياء بتكلف. ف وعدي قيسي عليها كم مره غيرت ترايبود، كم مره غيرت كاميرا، بعدين هلا رجعت للبيسكس التليفون. في احيان كثير اكشلي، وانا كنت اصور اول كم من فيديو عندي بقناتي صورتهم على التليفون لحد ما صارت مشكله الصوت اللي قلت لك عنها، حتى جبت مايك جديد. يعني اخذ مني وقت عبين ما اكتشفت انه لا، المشكله من التليفون نفسه. وقتها صرت يعني انه خلص يا بدي اجيب تليفون جديد يا بدي اجيب كاميرا وبدي اصور. جبت كاميرا لانه صراحه بهذاك الوقت كانت الكاميرا ارخص من التليفون، وانا كنت انه خلص ما يعني بديش استثمر زياده، او ما كنت مستعده لسه اني انا اجيب تليفون، لان الناس التليفونات تقعد عندي سنين. بس هو صدقا يوتيوب ما بيحتاج غير مايك منيح، مايك منيح وتليفون اضاءه منيحه وتليفون صراحه. طب الناس عن جد ما بفرق معها شو العده اللي انت عم بتصوري فيها، الناس بفرق معها، المهم الصوت واضح. انا بحس الصوت واضح، والصوره واضحه والصوره واضحه يعني مغبشه وعتمه شو عم تعمل.
مظبوط. الناس عن جد في كتير ناس ما بتفرق معاها بتحضر، المهم إذا كان إشي مميز مستعدين يحضروه لو كان تصور على التليفون القديم عادي. إحنا كبني أدمين ودرسناها بعلم النفس، يعني إحنا محبش نشوف حالنا ونسمع صوتنا، والإيديتنج عبارة عن رندي بتحكي درب عرفتي وبتشوفي حالك. حتى إذا توقع حالك بصوت الغائب ان انت، وبعدين تشوف تكتشفي اشياء في حالك، يعني انه انا هلا لما احكي معك انا ما بعرف شو تعبيرات وجهي، عم بتصير في الكاميرا بتصير تلاحظي تعبيرات وجهك وكيف لما تتحمسي وكيف لما تضحكي، وفي اشياء بتحبيها وفي اشياء ما بتحبيها، في اشياء بتكتشفيها وفي اشياء بتكتشفي طبعا كثير بتكتشفي. ما هاي الشغله، هاي شغله صعبه. في هاي اليوتيوبر بقول لك كانت بتحكي كم سنه كان لها على اليوتيوب، هي زيك من يمكن لها 11 سنه من هي بالهاي سكول، فبتقول هي ما بتحب منخارها مثلا، فانه مين دفني؟ لا اسمها كيتلين كورنر اي ثينك، كيتلين بحبها تبعت البوليت جورنال، وهي كثير بحبها اي ريليت تو هير فلوجز كثير. فكانت قاعده بتحكي انه هي ما بتحب منخارها وانه بالفيديوز يعني شي هاد تو ميك بيس وذ ات، من كتر ما انه هي شافته وهي حضرته ومن كل الزوايا ومن كل، وانه تشهد الشيء مرات مش مريح يعني بالنسبه لها، بس شي ستيل دزت يعني. ف يو ريليت لهذا الشيء؟ اي كان ريليت، بس انا ام نوت ريلي بيكي على كيف انا شكلي او هذا. بس غريب انك تحضري حالك. هو غريب يعني انا اول فيديو صورته اسكتي اي اسكتي انا بمنتج خلص اسكتي اي اسكتي كنت احكي مع حالي انه واي ام اي دوينج ذس، بس انه يو هاف تو يعني هاي بروسس ما تقدريش تتخلي عنها. فكره الايديتنج عن جد مرات بكون الفيديو انه سمج وتقيل وبايخ، وبعدين وانس يو اديتد بتحسي انه واو شو الارض. بعدين بدايه انا ما بعرف اذا انت نفس الشيء، بدايه اني ابدا اعمل اديتنج لفيديو ده دائما بعبع بالنسبه لي، يعني ايش يعني بعبع شيء بخوف، يعني دائما انه بروسس صعب. لا شكلي صوتي كنت دائما احكي لهم اقول لهم بتعرفوا اكثر شيء بكرهه باليوتيوب شو الايديتنج المنتجي، بس هلا بتحبي بيس وذت لانه صرت احس انه انا كمان بس قد يعني قد ما يكون شكل الفيديو بالبدايه وقد ما يكون في اخطاء بعدين عن جد يو كم اب وسمثينج سكريتشنج. انا اول ما ببلش الفيديو هيك بقول لك مو اسكت وهيك، بس لما اكون بعديها يعني شوي شوي ببلش والله انه حلو طريقه كلامي والله هيك بصير معجبه بحالي شوي شوي هيك، بس واو انه عاجبني. وانا هاي اول ما بديت اصور فيديوهات انا لترلي انا حتى مش من الناس اللي بتصور حالها سيلفيز، فانا كان بالنسبه لي اشوف حالي إشي كتير غريب، فاهمه شو قصدي؟ مش تحطي مونيتور ولا ايش ولا تقلبي لا هلا بالاول لما كنت اصور على التليفون كنت اصور على الباك كاميرا، فكنت اشوف يعني كنت اصور الفيديو كله بعدين اجي يا تصيب يا تخيب يعني الله. فعشان هيك بقول لكم صعوبات لما جبت الكاميرا لا صرت انه اقلبها، بس برضه يعني هيك تكون كتير بعيده يعني في تفاصيل انت يمكن ما تنتبهي لها. يعني بالنسبه لي لما ينحط الفيديو على الكمبيوتر انه الله يستر. ويا مع فكره في فيديوهات يعني في فيديو اللي نزلته قراءات كل الكتب اللي قرأتها السنة الماضية، هذا الفيديو أنا أول ما يعني خلصت تصويره وحطيته على اللابتوب أشوفه منك لا مستحيل مش مزبوط لا شكلي مأساة. وكنت بتتذكري وقتها قلت لك ما بدي أنزله لا الفيديو هي، بعدها بأسبوع تركته جيتك والله أني طلع حلوة ما بعرف ايش شو الواحد بيكون زي كيف لما نطلع على صورنا القديمه احنا نفكر حالنا بمرحله معينه بالمرحله في نفسها كنت طلع هيك يلا انا سمينه انا مش ايش شكلي ليش هيك بحكي ليش هيك بضحك بعدين بس تطلع بعد سنتين تكون انه والله انك يو بالضبط والله انك كيوت والله انه هيك لا بيقلي والان فهي بصير في هذا الصراع يعني. بس انا يمكن اكثر شيء حبيته بكل موضوع اليوتيوب انه انا حسيت انه زي كانه اتس سي في وزي كانه يعني هلا لما برجع على قبل 11 سنه لجد في ميموريز حتى مع عائلتي وهيك يعني بالنسبه لي انا كثير عنجد حلو. انا من النوع اللي اول ما بلشت اليوتيوب كان بالنسبه لي شوي هو مش اشي سهل وإشي بخوف، يعني بتذكر انا اول ما بلشت انزل فيديوهات حتى يمكن بعد سنه يمكن لك رنت لك فيديوهات على الانترنت هيك قبل ما انام، بتعرفي الافكار اللي بتخوف انه كيف عادي انت هيك عرفتي انه سكيري شوي، مع انه هلا نوعا ما مين ما بنزل فيديوهات يعني عرفتي بس انه بس اتليست يو نو انه انت حاطه الاشي الصح. اوكي هو حاطه الاشي الصح، بس انا شوي فيديوهاتي الاولانيات قلت لك كنت كثير اي اديت ذم كثير اي كت اشيل
جزء كبير من شخصيتي، يعني شخصيتي ما تبين، اللي هو كنت احاول انه ما بدي الناس يشوفوا الفيديو طويل او كذا، احاول اقصره قد ما بقدر، حتى نفسي اشيله. شخصيتي اي شيء بمزح مرات انا هيك، في اشياء عفويه بتصير بالتصوير كله اشيله. صح حكينا هذا. عشان بالاخير الفيديو ما يكونش طويل على الناس، بس اكتشفت انه هذا الشيء بالاخير صار يخليني انا مستثقل الموضوع، لانه بالنهايه زي ما قلتي شو الفرق بين رندد وآية وفلان 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 وعلان؟ شخصيه كل حدا. فاذا انا بدي اشيل شخصيتي وبدي اصف كلام مهما يكون مفيد مهما يكون حلو، انا نفسي يعني انه ححس انه لا هذا الانسان ليش بدي احضره دون عن غيره، عرفتي؟ مع انه ممكن يعني مثلا موضوع مثلا العادات، خلينا نقول فيش اكثر من فيديوهات العادات على اليوتيوب، طب ليش بدي احضر رند ما بدي احضر فلان، عرفتي؟ الموضوع انتهى شيء مختلف. صح هذا اللي بيميزنا عن برا. انا ما بلوم الناس انه بحبوا يحضروا المحتوى الترفيهي، يعني مرات انا فيديوهاتي او فيديوهات الناس اللي انا بحضر اتابعها مش دائما لما ينزلوهم انا بالمنتل ستيت اللي اقعد احضره، لا مرات بكون مخي خلاص. صح هذا الحكي حكينا عنه ذكر قبل ما جيت. مرات مخي طافي، فانا هاي اليوتيوبر مثلا او هذا اليوتيوبر نزل شيء محتوى انا كثير بحبه، بس هذا المحتوى بده تركيز، فانا ما بقدر اول ما ينزل مش دائما انا بالحاله اللي والله يلا بدي افتح احضره، لانه بعرف انه هذا الفيديو تبعه كثير قيم ولازم لما احضر نوعا ما اكون مركزه. صح. عرفتي؟ ومش دائما هذا الشيء، بينما اذا حدا نزل عملت تحدي مع ابوي وعملت مقلب في امي عادي بحضر في اي وقت، لانه مش مهم شو باخذ منه، يعني مش حاخذ منه شيء، يعني هو مجرد حتى الاطار الترفيهي. وهذا الشيء المؤذي انه انا صرت اكره انه كلمه ترفيه صارت مرتبطه بالشيء السلبي، مع انه الترفيه شيء كثير حلو، بس هو للاسف مجتمع اليوتيوب او المجتمع المرفهين هذول على اليوتيوب خلوا الشيء يصير سلبي. انه انا هلا مبدئيا انا راسي رابط فكره الترفيه بانه شيء تافه. صح صح للاسف صار هذا الشيء، مع انه عادي في كثير ناس انا بحب الترفيه ستاند اب كوميدي. انا بحب الكوميدي وبحب احضر الناس اللي بيعملوا كوميدي واللي بيعملوا فيديوهات حتى فيها زي ما قلت لك، يعني في ناس اسلوبهم حتى ممكن يعمل فيديو عن مواضيع اجتماعيه او مواضيع كذا بس يعملوها بطريقه كوميديه او طريقه يعني ساخره. انا بحب احضر هاي النوعيه من الفيديوهات، فمش لازم الاشي يكون جدي وهيك مصفوف وكذا، بس بنفس الدرجه يكون ريليتبل. يعني مبدئيا كانوا الناس زمان يوعي ابنه يقول له لا بابا هاي الحركات ما بصيرش نسويها باخوي، هلا صاروا لا بالعكس انه بجيب لي مصاري مش خليه يسوي، لانه في ناس بتحضر كان ما بيشاركوا اكزاكتلي. يعني يمكن لو هلا حدا يفتح اليوتيوب تبعه يطلع له السبسكريبشنز والهذا يقول مين اللي بيحضر هيك اشياء، بس في ناس انترستد لكل شيء. الفيديو وقلنا لكم باي، بس بدي افرجيكم بس القمر. اهلا اصدقائي، ما بعرف اذا انا اول مره اعمل كل فيديوهات رند بطلع ما بكون تكون في عالم بالضحك ما بعرف ليش. المهم اليوم جينا فرجناكم شوي من هون، شو اسمها الحاره؟ حاره السعوديه بالقدس. يعني احنا مش متخيلين في زاويه يمكن 3 متر في مترين قعدنا كم ساعه؟ تقريبا على ساعه ونص قربنا هيك قعدنا نتصور انا وبتول اكثر شيء. آية حرام متواضعه هي بتصورنا وانبسطنا كثير. Happy to always make good memories. عن جد انبسطنا كثير. طبعا تابعوا آية، تعرفوا قناة آية. Thanks. تابعوا بتول على الانستغرام، بحب بتول على فكرة كثير 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 كثير. Who doesn't؟ وشو اسمه؟ بشوفكم المرة الجاية، يلا سلام باي.